طيب بالنسبة بقى للجو بشكل عام وحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة إن شاء الله، الأسبوع اللي احنا فيه ده هتكون عاملة إزاي؟ ده اللي هنعرف عنه من خلال دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي، بتنورينا دايما في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، ربنا يخليك يا رب. تسلم، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الفل على حضرتك يا فندم. يا ترى من المتوقع ان وضع الجو هيكون عامل ازاي الاسبوع ده ان شاء الله؟ يمكن احنا خلال هذه الايام بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، ارتفاعات طفيفه جدا في درجات الحراره خاصه فترات النهار العظمى على القاهره الكبرى، بتروح ما بين ال 27 وال 26 درجه مئويه، ده هيستمر معانا لمنتصف الاسبوع ان شاء الله. الظاهره الجويه اللي تكون مؤثره هي الشبوره المائيه اللي بتظهر دايما في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه. الاجواء فترات النهار فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فاحنا بنحس بالاجواء المائله للحراره فترات النهار. فترات الليل خاصه مع غياب اشعه الشمس والساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الاجواء بتكون اجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه. صحيح. في فرق كبير بين درجه الحراره فتره النهار وفتره الليل، بيوصل ل 10 و 12 درجه مئويه في بعض المناطق. لكن من يوم الثلاث هتبدا التوزيعات الضغطيه تختلف معانا نوعا ما، تبدا تدريجيا مع يوم الثلاث والاربع درجات الحراره تنخفض، تعود للمعدلات الطبيعيه. مع نهايه الاسبوع هيكون في انخفاض في درجات الحراره، هنبدا نشعر بفترات النهار وايضا فترات الليل، مع عوده كمان فرص سقوط الامطار اللي هتبقى موجوده بشكل كبير في اقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين وبعض المناطق من سواحلنا الشماليه. تمام، يعني ابتداء من يوم الثلاثاء والاربعاء الجايين ان شاء الله هنبتدي ندخل شويه شويه في الاجواء الشتويه. بالظبط، تدريجيا كده مع يوم الثلاث ونبدا تدريجيا لنهايه الاسبوع نحس بالاجواء الشتويه، انخفاض في درجات الحراره وعوده فرص الامطار. مع نهايه الاسبوع فرص الامطار كمان هتتقدم للمناطق التحتيه. طيب رجوعا بقى للموضوع اللي بنتكلم فيه كلنا، العالم كله بيتكلم فيه الحقيقه طول الفتره الاخيره، وتزامنا طبعا مع كاب 27 اللي انتهت فعالياته، وفكره التغيرات المناخيه. هل من المتوقع ان تشهد مصر في هذا الشتاء ان شاء الله اي مظهر جوي غير معتاد؟ طبعا وارد جدا، خاصه عنف الظواهر الجويه، ده اكيد ممكن نشهده في فصل الشتاء ونهايات فصل الخريف. نوبات الطقس الجامحه اللي بدانا نشهدها في عنف حالات عدم الاستقرار، يعني زياده في كميات الامطار اللي بدانا نشوفه في بعض الحالات الجويه، عنف الظواهر الجويه ده ممكن نشهده اكيد في نهايات الخريف بدايه فصل الشتاء. كان احنا خلال الاعوام الماضيه بدانا نشوف البرد بكميات كبيره جدا في بعض المحافظات. صحيح. بدا يغطي بعض المحافظات اللي هي الثلوج اللي بتبدا تنزل مع الامطار، كميات الامطار اللي بدات تؤدي لحالات السيول في بعض المناطق، فده وارد جدا نشهده. كمان مع تكرار حالات التبريد او حالات التسخين اللي ممكن نشهدها، حالات التبريد تحديدا مع فصل الشتاء ممكن تكرارها وتقاربها من بعضها، بدانا نلحظ هذا بسبب التغيرات المناخيه، فطبعا وارد جدا في فصل الشتاء ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني اخيرا لو حضرتك تسمحي لي انا هطلع بيكي مؤقتا بره مصر واروح بيكي للدوحه، يعني حضرتك عارفه بقى طبعا يعني خلال ساعات هتنطلق فعاليات كاس العالم المقامه في قطر، فيا ترى الجو في قطر الفتره اللي جايه هيكون عامل ازاي؟ واكيد في كتير من يعني الجاليات العربيه اللي هتكون موجوده وحاضره لتشجيع منتخباتها، احنا عندنا اربع منتخبات عربيه مشاركه، فيا ترى هيكون الجو عامل ازاي في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ هي طبعا بالنسبه لدرجات الحراره، درجات الحراره نقدر نقول معتدله لمثل هذا الوقت من العام، فما فيش انخفاضات ولا ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، لكن اكيد هتقرر فرص سقوط الامطار في طبعا القطر والكويت ابو ظبي، المناطق دي كلها معرضه لسقوط الامطار، تحديدا خلال هذا الاسبوع معرضه لفرص سقوط الامطار، هتختلف طبعا من يوم ليوم. ربنا يسهل الاحوال ان شاء الله. احنا كالعاده بنسعد بوجود حضرتك معانا دكتوره منار، بشكرك على مشاركتك في حلقتنا النهارده، جزيل الشكر.